طبعا السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا. أشكركم على هذه الاستضافة قناة الإيمان اليوم. طبعا أنا الآن أتكلم معكم، وهناك احتجاجات، يعني وقفات احتجاجية الآن في المنصورة والشيخ عثمان. يعني الناس وصلت مرحلة لم تعد بحاجة حتى لأنها تتكلم في موضوع شيء، بدأوا يخرجوا للشوارع. تمام. فالمسألة يعني أنا بالنهاية بسألك سؤال أيها الزميل، هل ملف الكهرباء خدماتي أم سياسي؟ ده طبعا خدماتي اكيد يعني. لكن أنا هنا بقول لك أن ملف الكهرباء في عدن أعتبره سياسي كيف يعني وليس اعتبرتي؟ خدماتي. المشكلة المخيفة هذه لما أنت تجي تشوف، يعني الآن موجودين طبعا رئاسة طبعا العليمي مش موجود، رئيس مجلس القيادة الرئاسي موجود الآن في المهرة، موجود الآن الدكتور معين رئيس دولة حكومة الدولة، فموجود في المعاشيق، وموجود المحافظ، موجودين جميع الوزراء، تمام. يعني يوميا الآن جالسين في اجتماعات. فأشي أعرف الاجتماعات اللي الآن يدخلوها هم ويعملوا عدد من اللقاءات حول نحن سوف نحل مشكلة الكهرباء في عدن. ايوه كم سوف لنا نحل، سنوات؟ يعني ما هي الخطوات؟ يعني انت تتحدث لا عن توجد مظاهرات أي حتى الان يعني. أيوة عفوا عفوا لا توجد أي خطوات. الى الان لا توجد. نحن الآن لنا 3 أيام عشان أفهمك يعني معاناة الشعب في عدن لا أحد يشعر فيه به. المواطنين داخل عدن يعانون الويلات من الكهرباء، 9 ساعات تطفي الكهرباء في ظل 40 درجة فوق الصفر ورطوبة مخيفة. طيب، ومعروف الجو عادي. طيب المظاهرات هذه والاحتجاجات التي الآن يعني أراها تتصاعد، وهي الآن كما قلت يعني حتى اللحظة هناك مظاهرات في الشوارع، هل من تطمينات على الأقل أو يعني تسكين للشعب، أم يتركوا هكذا للمظاهرات دون حتى جهة معينة تقوم يعني بإطلاعهم على الأسباب وإمكانية المعالجات؟ أنا كصحفية وأقول لك وكرئيس تحرير، المظاهرات وخروج المواطنين للشوارع لا يعنيهم بشيء، مستمرين على ظلم هذا المواطنين في داخل عدن. وأنا مستغربة إيش السبب، يعني التحالف إيش دور التحالف؟ يعني إذا كانت بريطانيا جاءت لعدن واحتلتها وقدرت تعمل فيها بنية تحتية وبنتها من طرفها لطرفها، أنتم التحالف جيتوا عشان إيش؟ عشان تدعمونا. طيب أول أمس وقبل أول أمس نيمار اللاعب نيمار، التحالف السعودي أشتروه بمبالغ مخيفة. هل التحالف لا تستطيع أن تشتري عدن بهذا المبلغ اللي تشتريه باللاعبين عشان توفر لنا خدمات الكهرباء؟ هناك لعبة سياسية حقيرة على عدن. لكن يبدو في الوقت ذاته لابد أن نشكل نحن كيمنيين النموذج، ولكي نثبت للعالم بأننا نستطيع أن نحل هذه الإشكاليات. يعني طيب الآن أستاذ أمل، الاحتجاجات كما قلت في استمرار في ظل عدم الاكتراث لمثل هذه الاحتجاجات، ما هو بيد الشعب الآن أن يعمل لكي يضغط على هذه الحكومة أو على من تريه مناسب طبعا من التحالف أو غيرهم حل هذه الإشكالية؟ الشعب تعبان يا أيها الزميل، الشعب عايشين وضع مزري. يعني اتصور ليس الكهرباء فقط اللي نعاني منها، ارتفاع الأسعار، يعني اتصور يعني الغداء، الشعب جيعان، الجرائم زادت. لماذا؟ ضغوطات على الشعب، انقطاعات المياه، أصبح المواطن اليمني يعيش حالة اكتئاب مخيفة، أوصلت أنه لم عد يتحمل حتى ذرة من المشاكل، بينهم أصبحوا الآن يقتلون بعض بالشوارع. نحن عايشين وضع مزري ومخيف. وكنا يعني من المفترض أن تكون عدن هي النموذج يعني الذي نعم يقتدى به، كان هذا من المفترض أن يكون. أنا أوجه لك تحية وشكر، ويعني نضم أصواتنا إلى أصواتكم، ونتمنى الاستجابة العاجلة ممكن للإنقاذ. رسالة أخيرة أقولها؟ تفضلي على العجالة أمل إذا سمحت. شكرا. أني أطالب اليوم من جميع دول التحالف، من جميع دول التحالف ومن جميع المواطنين، أنهم يوقفوا وقفة احتجاجية لنا، أنهم يطفوا الكهرباء لمدة 24 ساعة ويضلوا في هذا الوضع، يشتغلوا ويعملوا ويزاولوا مهنتهم ويحاولوا أنهم يتحملوا هذا الحر، وأنهم يكونوا ناس طبيعيين مثل ما نحن الفترة هذه كلها متحملينها. وشكرا جزيلا شكرا على لك هذا اللقاء شكرا الرائع. شكرا أمل حزم، رئيس تحرير صحيفة عدن الأمل الإلكترونية. شكرا جزيلا.